اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. تحقيق النجاحات. إذن إخواني الأعزاء وخاصة الشباب، أرجوكم أن لا تركزوا على مواطن الضعف متاعكم ومواطن الفشل متاعكم، وأصنعوا رؤية، أصنعوا هدف لحياتكم. خطر عوضا أن تركزوا على فشل متاعكم وعلى إمكانياتكم وعلى طاقاتكم، يعني هذا يرجع أساسا ربما لعدم توفير رؤية. عندك إمكانيات رهيبة، علاش ما حطيتهاش في الفعل؟ لأنك في حاجة إلى رؤية، في حاجة إلى توفير ربما مجموعة من الأهداف اللي تعيش ربما من أجلها في هذه الحياة. فالإنسان عموما هو كائن متحرك، والكائن هذا أو الحركة هذه قد تكون هادفة وقد تكون حركة عشوائية، قد تكون مثمرة وقد تكون مخفقة. كلنا نتحرك في الدنيا هذه، لكن فما شكون يتحرك وفق هدف، وفما شكون يتحرك يعني بصفة عشوائية. فالبطولة أخي الشاب، فالبطولة أخي المشاهد، ليس أن تتحرك فقط، بل أن تأتي الحركة متاعك وفق الهدف الصحيح، وفق الرؤية ربما الواضحة. فالإنسان كائن متحرك وله عقل يدرك، كذلك له قلب يحب به والمسؤول عن العاطفة والوجدان، وكذلك له جسد يتحرك به ويتنقل به. هذه الحركة لا تصح إلا إذا عرف الإنسان أو الشاب، أنت أخي الشاب، إلا إذا كان لك هدف، تصبح الحركة متاعك ماشية في الطريق السوي وفي الطريق الصحيح. أما كان تقوم الصباح معناها تتحرك في اتجاه معناها ضبابي، في اتجاه سلبي، تقوم الصباح تمشي القهوة قاعد ما تعرفش فاش تستنى، يجي الليل تمشي ترقد، تعاود تقوم في القهوة، أي واحد يجي يهزك وين تحب، يعني عايش ضبابية، عايش بصفة عشوائية، عايش حركة اعتباطية، لا ربما بدون هدف وبدون ربما بوصلة وبدون اتجاه صحيح. عليك فقط أخي الشاب أن تزود عقلك الباطن بأهداف كي يحققها، لأن العقل الباطن هو آلية لتحقيق الأهداف. فإذا أعطيته هدف سوف يسعى ليلا نهارا لتحقيقه، لأنه سيقوم حتما بتزويدك بالوسائل وكل الآليات التي سوف تساعدك إلى الوصول لتحقيق الهدف بتاعك. أنت لست في حاجة إلى شغل نفسك بالطرق معناها بالطرق التي تستعملها معناها باش تحقق الهدف بتاعك. العقل الباطني هو سوف يلهمك وسوف يدفعك نحو الطريق الصحيح. فقط ارسم هدف لحياتك، لانه يعني سوف يتبنى هذه الرسالة. اذا لم تزود عقلك الباطني بهدف صحيح سوف لا يعمل من اجلك، وان سرت على غير هدى او غير هدف فان عقلك الباطن بدوره سوف يسير على غير هدى، ربما يعطيك دافع لكن في طريق آخر أنت بعتني ربما مش تختاره له، طريق الجريمة أو طريق ربما الانحراف السلوكي وغيرها من الانحرافات. مثال، نعطيكم مثال. مثال، أنت مشيت أيها الشاب صديق الشاب إلى بلد في أوروبا، ونزلت في أحد الفنادق واستيقظت في يوم الأول من السفر، وقلت وصلت روحك، استيقظت في اليوم الاول من السفر وصلت روحك، انا تو مش نمشي، ما عندكش حتى وجهه، شنو نقول لك انا؟ نقول لك سوف اقول لك لماذا جئت الى هنا؟ علاش جئت للبلاد هذه؟ فاذا جاء اذا جئت طالب علم مثلا او تقرا دكتوراه، اكيد سوف تذهب الى الجامعه وتمشي للمكتبات وتمشي تشوف ربما كل الآليات وكل الطرق وكل ما يوفر لك ربما أسباب النجاح. وإذا جئت سائحا نقول لك الهدف نتاعك امشي اذهب إلى المعالم الأثرية، المنتزهات، وكل ما هو معناها مطاعم وكل ما هو مرافق. وإذا كنت تاجرا أكيد الهدف نتاعك سوف يكون تجارة، ونقول لك امشي إلى المعامل، المؤسسات نتاع البلاد هذيك، إلى المتاجر، إلى المعارض.
كل الحركة هذه حسب يعني إحنا الهدف، وهذه الحركة لا تكون سليمة ومثمرة وناجحة إلا إذا عرفت الهدف من وجودك في هذا المكان. نفس هذا المثال، نعطيك مثال آخر. إذا تحركت سيارة مثلا بطريقة عشوائية ما غير واحد يعني يقودها بالعقل الواعي، سوف تدافع القوة دي كل ويهز السيارة هذه، أكيد مش دخلها في حيط، ولربما سوف تسقط في الواد ويموت كل ركابها. فالبطولة أخي الشاب أخي المشاهد ليس أن تتحرك، بل لماذا وإلى أي اتجاه تسير وكيف ومتى. شكون يحدد لك هذا إلا الهدف؟ شوف، وإحنا كل صباح الناس كل تقوم في الشارع، الناس كل تصبح تتحرك، الناس كل تصبح تسعى إلى مختلف ربما الاتجاهات، لكن مش الناس كل عندها هدف. فما تكون عنده هدف وفما تكون ما عندهش، يمشي بطريقة عشوائية. وربي سبحانه في هذا السياق ماذا يقول؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني سعي الناس كل راهو مش كيف كيف، يعني في البطولة لا أن نتحرك، بل أن تأتي حركاتنا وفق الهدف الصحيح. وربي هذه يعني خلقنا باش نسعاو يعني نهارا إلى أهدافنا، ونتحركوا من أجل البناء ومن أجل الأعمار. إذن الحركة بتاعنا ربي خلقنا باش الحركة بتاعنا تكون مدروسة، حركاتنا تكون وفق هدف صحيح ووفق رؤية منشودة، من أجل أن نكون أحسن خليفة في هذه الأرض. صديقي الشاب، لذلك ربما قال تعالى في هذا السياق: هل ننبو أنك بالأخسرين أعمالا الذي ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لابد أن تكون الحركة بهدف ووفق هدف حتى تحسن ربما صناعة ما لا تفعل. إذن ثم دراسة أخرى كبيرة جدا وقيمة في أمريكا، وقع شباب 1000 طالب وهم يدرسون، لا فقط 1000 يضعون الأهداف في حياتهم. شو معناها؟ يعرفوا أنهم قارين في الشعبة هذه أو الشعبة الأخرى من أجل يصبحوا كذا، أو من أجل ربما يدخل عالم التجارة أو عالم الصناعة أو ربما أي عالم آخر يحبوه برغبتهم وحطوا له أهداف. و 97% يقرأوا كهو. شو مش ولي؟ ما نعرفش. شو تحب تخدم؟ ما نعرفش. شنو مبرمج نهار اخر انت بهذه بالكم الهائل من العلم ومن الدراسه؟ كي نخرج تو نعرف، كي نخرج تو نحاول كيفاش نلوج وين انا نبقى توازن تاعي ونبقى روحي. 3% هذو بعد 10 سنوات او عفوا بعد 20 سنه جاوا الباحثين هذو وعملوا دراسه اخرى باش قاو 3% هذوما يكسبوا ممتلكات وارزاق نتاع 90% نتاع 97% اللي ما وضعوش اهداف في حياتهم. انت مثلا توا حين تذهب الى بلد اوروبي جميل لتواصل الدراسه ولتنال شهاده الدكتوراه، هذا البلد جميل جدا، فيه منتزهات، فيه حدائق، فيه ملاهي، فيه فضاء تجاريه، فيه مسارح، وفيه كذلك دور سينما وغيرها من الفضاءات الاخرى الترفيهيه والجذابه. حينما تعرف أنك في هذا البلد من أجل هدف واحد، لوين مشيت أنت لهذا البلد أوروبي باريس ولا لندن ولا غيره، عندك هدف واحد هو نيل شهادة الدكتوراه، يعني أنت عندك هدف. ماذا يحدث؟ إذا كان هدفك واضحا سوف تختار كل الآليات والوسائل والطرق التي سوف تعينك على تحقيق الهدف متاعك. مثلا تكري دار في جنب الكلية، علاش؟ ربحا إلى ربما الوقت وربما إلى الجهد وكذلك حتى إلى المال. هنا وتولي تبحث عن كل الوسائل والآليات المعينة لتحقيق الهدف متاعك في ذلك في تلك البلد، وسوف تنتقي كذلك حتى الأصدقاء متاعك اللي شاركوك ربما في نفس الاهتمامات ونفس الدراسة وفي نفس ربما الرؤية اللي هما يحلموا باش يكونوا عندهم الدكتوراه متاعهم. هنا الهدف هو اللي يخلينا نسير في الاتجاه الصحيح. مثال آخر عن الهدف: طالب في الدراسة على مشارف امتحان مصيري، عنده امتحان يعني
مصيري هو اللي مش يحدد ربما حتى مستقبله المهني واختصاصه. عنده أصدقاء الطالب هذا، أصدقاء يحبوه برشا، يحبهم كذلك ومش من أهل السوء، حبوا هكا يدلوا عليه بمناسبة عيد ميلاد ربما أحد الأصدقاء، قالوا له أي تعشى معنا لبرا، هو عنده من غدوة ربما عنده امتحان مصيري، خذا بخاطرهم يحبهم يحبوه وحبوا ياخذوه يعني معناها إلى معناها يستدعوه إلى العشاء. مشى يتعشى وهو على مشارف في امتحان، قال روحه في مطعم وفي فضار وما يعني كل مناطق خضراء وكل رفاهية وكل معناها وأكل فاخر وكل معناها الموجود هذه معناها يجلب الاهتمام ويجلب معناها الرفاهة ويجلب السعادة، لكن على خطر الشاب هذا عنده هدف على الامتحان تاع غدوة وبعد غدوة يعني أخذوه رغم عن نفسه أكيد سوف يشعر بضيق شديد. لماذا؟ لأن الحركة لا تتناسب هنا مع الهدف بتاعه. شيء يتعشى وعنده امتحان وغدوة، شو تراه؟ تراه يشعر بالكبار، تراه الطالب هذا ولو بقي في غرفة مظلمة وحتى على شمعة وما يتعشاش حتى رغيف خبزة وفيه كتاب، يعني الكتاب هذا ربما المقرر ليفهمه ويستوعبه معناها.